اهلا واضح، انا احمد حسين مؤسس فريق لوكيشن فيو. فكره لوكيشن فيو بتقوم على اعاده تدوير المخلفات والخرده. احنا عندنا حلم ماشيين عليه ان احنا ننشر ثقافه الوعي البيئي وتدوير المخلفات في مصر. عملنا القط المصريين القدماء، ده كان اكبر قط في الشرق الاوسط، ده ارتفاعه 6 متر، فيه 4400 قطعه تقريبا. قررت ان انا اعمل قط المصريين القدماء. هو موجود ليه اكتر من عمل هنا من الخرده، بس احجام صغيره، وفي نفس الوقت كحجم عند الحضاره القدماء المصريين مش موجود حجم كبير، فابتدينا ننفذه. جمعنا وقررت ان انا انفذه من شكل الدايره، فعرضت لاحمد ان انا انفذه من اي حاجه دايره، فدي كانت صعوبه. عملناه في 30 يوم في مقابل ان هو ممكن يتعمل في شهرين او 3 شهور يعني. ابتدينا انا وابراهيم قعدنا عملنا خطه ازاي نبدا فيه. تقريبا قعدنا تجهيز كده اسبوع ان هو ابتدى يشتغل في الشاسيه بتاعه، وانا ابتديت اجمع له الخرده بتاعته. الحمد لله العمل طلع مشرف جدا، وكرمنا من شركه عالميه كافضل عمل للحرف اليدويه السنه دي، والمجتمع بقى مرحب بالفكره جدا يعني. احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه بنفكر يبقى حلمنا ان احنا نعمل اول معرض في مصر لاعاده تدوير والخرده بصفه عامه يعني. احنا نفسنا الفتره اللي جايه ان احنا نشارك في الساحه الدوليه، ونشارك في معارض دوليه كتير باسم مصر. فعملنا القط المصريين القدماء، عملنا كليوباترا دي ارتفاعها 5 متر برضو لسه بتخلص، دي معموله من المعالق والشوك والجنازير. هدفنا ان احنا نعمل ورش عمل نعلم من خلالها هنا الناس ازاي يقدروا يعيدوا تدوير المخلفات. ففكرنا ان احنا نعمل المجسمات دي عشان تبقى رمز قوي للناس او دافع قوي للناس ان هم يعرفوا ان مخلفاتنا وخردتنا ليها قيمه.